باسم ملعب الفريق الجديد، وذلك عبر فتح المجال أمام الشركات للفوز بحقوق الاسم. أصبح من المتوقع أن تفتقد جماهير الفريق لاسم الملعب الحالي وايت هارت لين، وذلك قبل اكتمال العمل في الملعب الجديد الذي يتسع ل 61 ألف مقعد. ويسعى رئيس النادي دانيال ليفي لبيع حقوق تسمية الملعب مقابل 500 مليون دولار، وذلك لتمويل مشروع الملعب الجديد الذي يكلف نحو مليار دولار، إضافة إلى الحفاظ على الوضع المستقبلي. ملعب الحالي وايت هارت لين على أن ينتقل الموسم المقبل بشكل مؤقت إلى ملعب ويمبلي، ثم يبدأ رحلته في الملعب الجديد اعتبارا من موسم 2018-2019.